بيان دونك ثالثا نعرفوا بعض الخاصيات المهمه. اوكي دونك ثالثا خاصيات في الفضاء المتجه الحقيقي. الخاصيات اللي بسطها بزاف. اوكي بيان دونك نبداو بمثلا خاصيه واحد. دونك غنتعرفوا على بزاف ديال الخاصيات المهمين. اوكي دونك خاصيه واحد. شنو باش تقولنا خاصية واحد لكل إكس؟ شوف معايا أولا بيان سيغ من قبل نحاول نعطيكم بيان سيغ الناس ديولي. دونك ليكون أه زائد نقطة فضاء متجه حقيقي متجه حقيقي على الجسم اخ سيغ كم اخ بيان سيغ القانون هنا بيان سيغ زائد و وفي بيان. شوف معايا هذا بيان سيغ قلت لكم بيان سيغ فضاء متجه حقيقي تبادلي متفقين بيان. دونك بالنسبه للعنصر المحايد بالنسبه للقانون زائد في او غنرمز ليه بزيرو او. اوكي هنا ما يمكنش نتكلم على عنصر محايد في بوان. اوكي يعني هذيك حاجه اخرى دونك يعني ما نقدرش ندوي على شي فيكتور اكس اكس بوان شي حاجه ولا كنتناو هذاك بينزوغ ان شنو غادي ناخذ. دونك انا ما عنديش شي كتابه اوكي على بينزوغ العنصر المحايد بالنسبه لبوان داك الشيء علاش غنبعد من هذا. وبينزوغ هنا بالنسبه لزائد في اخ العنصر المحايد غنرمز ليه بزيرو دو اخ اللي هو زيرو بكل بساطه. وبالنسبه العنصر المحايد بالنسبه للضرب في اخر هو واحد واحد دو اخر هو واحد متفقين بيان. دونك دابا نشوفوا الخاصيات. دونك خاصيه واحد دونك شنو باش تقول الخاصيه واحد تقول في كل اكس كينتمي لاو لدينا صفر يعني هذا صفر ودرتي بوان اكس غتلقى صفر لاو متفقين يعني غتلقى المتجهه المنعدمه بكل بساطه تساوي او كتسمى متجهه منعدمه. اولا هو العنصر المحايد بالنسبه للقانون زائد في او في او او هو بيان سيغ فضاء المتجه الحقيقي بيان متفقين. دونك هذه الخاصيه واحد. الخاصيه اثنين شنو كتقول لك؟ شنو الخاصيه اثنين؟ كتقول لك لكل هاد المره لكل الفا كينتمي لاخ لدينا الفا بوان زيرو دو او كتساوي زيرو دو او يعني في هاد الحالة الفيكتور هو اللي كيساوي زيرو دو او وأي معامل ضربته في المتجهة المنعدمة أولا في المحايد العنصر المحايد بالنسبة لزائد في او راه غيعطينا بيان سيغ العنصر المحايد في او تو سامبلومون متفقين. هادشي بيان سيغ غنعرفو البرهان ديال هادشي حيت فريمون ساهل يعني اللوجيك مو يعني هادشي ساهل راه كنا كنخدمو بيه. اوكي تفترضو معايا اكس متجهة ضربتها في واحد واحد سكالير نيل واحد المعامل منعدم دونك غيبقى المتجه غتولي منعدمه كذلك انا كانت المتجه منعدمه وضربتها في واحد يعني في واحد العدد في واحد العدد حقيقي راه غتعطيك بيان سيغ متجه منعدم متفقين كيف ما كانت يعني اي عدد حقيقي غنضربو في صفر غيعطيك صفر بيان. دونك خاصية ثلاثة خاصية ثلاثة شنو كتقول؟ كتقول لكل شوف معايا لكل اكس كينتمي لأ لكل الفا كينتمي لاخ بحيث ان دونك فاش كندير جوج ديال النقط كندير لدينا اوكي وبيان سيغ فاش ندير نقطة فاصلة كندوي يعني بحيث اوكي بيان. دونك بحيث اشنو درت لك الفا بوان اكس كيساوي زيرو دو او دونك هادشي كيستلزم اولا يكافي ان كوا الفا كتساوي صفر او اكس كتساوي زيرو دو او. دونك نقدر نجي لكم على الخاصية الرابعة ولكن ماشي يعني ماشي مهمة بزاف يعني داخلة في لا ديفينيسيون نزيد عليكم ماشي مشكل. خاصية أربعة شوف معايا لكل إكس من أه لكل ألفا من أخ دونك لدينا كوا ناقص ألفا بوان إكس هي بكل بساطة ناقص وغندخل ألفا بوان إكس وكتساوي كذلك ألفا بوان ناقص إكس
يعني هذه سهله غير جو يعني ناقص راه هي ناقص واحد فاخ اوكي يعني شحال بصح نبداو بواحد دونك يعني البرهان ديال هذه الخاصيه البرهان دونك لاحظ معايا البرهان بسيط بزاف يعني شي حاجه اللي بسيطه غتبقى دابا غير كدحكوا حيت بغيت نقول لك ساهل اوكي دونك البرهان واحد شوف معايا دونك خصني نبينو بان صفر بوان اكس كتساوي زيرو دو او اوكي لاحظوا معايا مزيان لكل اكس كينتمي ل او ولكل الفا كينتمي ل اخ عندنا بيان سيغ لاحظ معايا الا قلت لك الفا بوان اكس زائد زيرو دو او دائما هو الفا اكس حيت بيان سيغ علاش حيت لدينا بيان سيغ او زائد مالها زمره تبادليه يعني وهذا هو العنصر المحايد دونك يعني هذا كيمشي ما كيبقاش يعني ما كيأثرش متفقين تبادليه يعني نقدر نقلب زيرو دو او زائد الفا اكس راه هي الفا اكس بلس زيرو دو او يعني بحال بحال متفقين دونك لاحظوا معايا مزيان دونك خصني نبين كوا نبين هاد الاولى اوكي دونك شوف معايا الفا واش الفا زائد صفر هي الفا نعم و اكس متفقين متفقين يعني الفا هي الفا بلس صفر ما درت والو وبيان سيغ شنو قلت لكم التوزيعيه يعني الفا بوان اكس زائد صفر بوان اكس متفقين بيان دونك لاحظوا معايا مزيان دونك بيان سيغ هذا نقدر نختزلو مع هذا علاش حيت هذا عنصر منتظم ولكن شكون اللي قال لي عنصر منتظم تبادليه وكذلك ان اي عنصر من او راه يقبل مماثل يعني غنضرب في المماثل ديال هذا المماثل ديال هذا هو بيان سيغ بكل بساطه ناقص الفا اكس يعني غيتختزل متفقين يعني عنصر منتظم دونك نقدر نختزل فيه دونك مشى هذا معانا شنو بقى لي دونك هادشي كيعطيني بان زيرو دو او شنو كتساوي ليا زيرو و اكس بيان سيغ راه هي هادي متفقين دونك الخاصية الثانية الخاصية الثانية نفس الطريقة بسيطة بزاف ثانية ماشي شي حاجة صعيبة الخاصية الثانية شنو باش تقولك يكون لي الفا ينتمي الى اغ الفا بوان زيرو دو او يقال زيرو دو اي دونك لاحظوا معايا الفا بوان زيرو دو او بيان سيغ خلي هادي من بعد دونك نفس الشرط كل اكس ينتمي الى ال كل الفا ينتمي الى اغ دونك عندنا بيان سيغ الفا اكس شوف معايا الفا اكس بوان اكس زائد زيرو دو او كتبقى ديما اما هي الفا اكس علاش قلت لكم او بليز زمره تبادليه دونك يعني زيرو دو او هو العنصر المحايد كتبت لكم هنا يعني متجه منعدم يعني هو العنصر المحايد بالنسبه لزائد في او متفقين دونك لاحظوا معايا مزيان دونك هنا بيان سيغ الفا غنخليوها ولكن غنمشي نعدل في اكس واش اكس هي اكس زائد زيرو دو او نعم علاش حيت بيان سيغ بليس زمرة تبادلية وبالتالي فإن دونك غندير بيان سيغ التوزيعية يعني الفا بوان اكس زائد الفا بوان زيرو دو او متفقين هذا مالو عنصر منتظم دونك يبقى يمكن لي نختزل دونك هادشي كيعطيني بيان سيغ ان زيرو دو او كتساوي الفا بوان زيرو دو او يعني الفا بوان زيرو دو او كتساوي زيرو دو او دونك الثالثة الخاصية الثالثة تانية كانت هاديك بسيطة قال لك لكل اكس ينتمي الى او لكل الفا ينتمي الى اغ الفا بوان اكس كتساوي زيرو دو او دونك يكافي ان الفا يساوي صفر او اكس يساوي صفر بالنسبه بيان سيغ هاد الاستلزام العكسي يعني نمشيو من هنا لهنا يعني محققه بالنسبه لهذا الاستلزام هذا محققه يعني ما كاينش نبينو حيت الا كان واحد فيهم كيساوي صفر بيان سيغ هادشي كيساوي صفر حسب الخاصيه واحد واثنين دونك محققه حسب الخاصيه واحد واثنين جيب دونك دابا الاستلزام المباشر يعني خصنا نطلقوا من هنا ونبينوا هادشي الاستلزام المباشر دونك بيان سيغ الاستلزام المباشر عندنا جوج ديال الحالات تو سامبلومون غنفترض انه وحده فيهم الفا ولا اكس كيخالفوا صفر دونك انا افترض الفا كيخالف صفر ولكن يقدر الفا يكون يساوي صفر كان بيان سيغ الفا كيساوي صفر دونك راه محققه دونك في هذه الحاله نفترض الفا يخالف صفر دونك نفترض انه الفا يخالف صفر دونك شنو خصني نلقى الا لقيت الفا كانت كتخالف صفر خاصني اكس نلقى كيساوي صفر هذا هو المعنى هادشي اللي خصني نوصل ليه الفا افترضت كتخالف صفر خاصني نبين اكس كيساوي صفر دو او بيان دونك لاحظوا معايا مزيان دونك بيان سيغ الفا بوان اكس لدينا الفا بوان اكس شنو كيساوي بيان سيغ كيساوي بيان سيغ كيساوي الفا بوان اكس زائد زيرو دو او متفقين ولاحظوا معايا الفا بوان اكس دونك غندير التوزيعيه زائد الفا بوان زيرو دو او شنو كتساوي هادي زيرو وي ولا
دونك غنبقاو في نفس المكان ديالنا، دونك ما غادي يعطينا والو هادشي، هادشي ما غادي يعطينا والو، غنبقاو في نفس المكان. دونك لاحظوا معايا، ندير العكس، ندير مثلا الفا زائد صفر و اكس، هادي السي كتبقى غير كتلعب بهاد الرموز بحال كنت كتوصل يعني النتيجة اللي بغيتي، دونك تساوي دونك الفا بوا اكس زائد صفر بوا اكس، وبيان سيغ هادي الفا بوا اكس شنو كتساوي؟ كتساوي زيرو، نو تا هادي مغاديش تعطيني، تا هي مغتعطينيش، اوكي، دونك هادي تا هي مغتعطينيش. اوكي دونك خصني نستعملو شي حاجة، بيان سيغ نفترض ان الفا يخالف صفر، وي الفا يخالف صفر، وشنو قلت لكم بيان سيغ الا كان جسم تبادلي يعني ار بليس فو جسم تبادلي، يعني اي عنصر من ار ايطوال يقبل عنصر مماثل، يعني نفترض ان الفا يخالف صفر، اذا يوجد الفا موازن من ار بحيث يعني هو المماثل ديالو، الفا بوان الفا موازن كيساوي واحد، متفقين الفا موازن في هاد الحالة راهو واحد على الفا، يعني الفا في واحد مقسوم على الفا، متفقين بيان، هادي بيان سيغ، ولكن الفا خصو يكون يخالف صفر، بيان هادي عندنا، دونك لاحظوا معايا الفا بوا اكس، دونك لاحظوا معايا هنا شنو كتساوي بيان سيغ، هنا بيان سيغ كتساوي بينا زيرو دو اي، متفقين زيرو دو اي، دونك هادشي يمكن في ان ولا يستلزم، نديرو يستلزم استلزام، حيت هنا بيان سيغ بغينا استلزام، دونك هنا غنضرب في الفا موازن، هنا غنضرب في الفا موازن، يعني الفا موازن في الفا بوان اكس كتساوي الفا موازن بوان زيرو دو او، الفا موازن بوان زيرو دو او شنو كتساوي؟ زيرو دو او، يعني غتبقى ليا زيرو دو او، متفقين؟ ولاحظوا معايا زين هذا شنو كيساوي ليا؟ كيساوي ليا واحد، واحد بوان اكس شنو كيساوي ليا؟ كيساوي ليا زيرو دو او، وبيان سيغ واحد في اكس قلت لكم هو اكس، دونك هادشي بيان سيغ كيستلزم ان اكس كيساوي زيرو دو او، وبالتالي لدينا الخاصية كذلك صحيحة، متفقين؟ كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا، حيت هادي كاينة في التعريف، قلت لكم واحد، واحد هو العنصر المحايد بالنسبة للقانون في فين في اخر بيان سيغ، يعني واحد ضربته في واحد المتجه اكس دونك راه غيبقى هي اكس، دونك غتبقى ليا اكس، وبيان سيغ اكس كتساوي زيرو دو او، اذا كانت اكس كتساوي زيرو دو او دونك يعني الخاصية محققة، افترضنا هادشي خالف صفر، الفا كيخالف صفر، لقينا اكس كتساوي صفر دو او، دونك بيان سيغ الخاصية الثالثة محققة، الخاصية الرابعة سهلة ايضا، دونك يعني بسيطة هاد الرابعة، الرابعة بسيطة بزاف كاع، دونك لاحظوا معايا مزيان، دونك إلا كنت كنقول موان الفا بوان اكس شنو كتساوي بيان سيغ كتساوي ناقص واحد في الفا بيان سيغ بوان اكس، وبيان سيغ قلت لكم بيان سيغ بالنسبة للجداء في ار راه تبادلي، يعني ندير موان هنا هنا ماشي مشكل، وبيان سيغ حسب التعريف راه قلت لك هي موان زا بوان الفا بوان اكس، يعني كتساوي ناقص واحد راهي ناقص، دونك الفا بوان اكس، وبيان سيغ كتساوي كذلك بيان سيغ إلا درت التبادلية هنا يعني تعطيني الفا بوان موان زا أولا في موان زا بوان إكس، دونك لاحظوا معايا غندير بيان سيغ هاديك الخاصية أولا التعريف ديالنا الفا بوان موان زا بيان سيغ بوان إكس، وبيان سيغ هادي شنو كتساوي هي موان إكس، متفقين شي حاجة بسيطة بزاف، دونك يعني خاصيات غير عقلوا عليهم، يعني مامحتاجينش البرهان ديالهم نتوما، مي عقلوا ليا على الخاصيات كتبسط، بيه.